سعد أوقاتكم. كل سنة بتتآمر قناديل البحر على السواحل من بداية الصيف وبتتجه نحو الشاطئ وبتسبب خطر وعائق على البيئة البحرية، إن كان بالثروة السمكية، بالصناعات الشاطئية، وأيضاً موسم السباحة. والعام الحالي شواطئنا السورية شهدت انتشار كتير كبير أثر على الموسم السياحي نتيجة تعرض المواطنين اللي عم يسبحوا للأسعات من القناديل البحرية. آية صارت جاهزة مع الشاشة لحتى تخبرنا عن أسباب هالظاهرة وكيف ممكن نحمي حالنا. صحيح يا ورد، يعني الظاهرة اللي شفناها هي السنة شهدنا مثلها تماماً على شواطئنا السورية من 7 سنين وتحديداً بشهر شباط، والسبب علمياً هو التغيرات المناخية المتعلقة بارتفاع درجة حرارة المياه يلي بتوفر الغذاء المناسب للأناديل، وبالإضافة إن الأناديل بتتكاثر بالبحر بأوائل أشهر الدفء، لهيك بتندفع مع التيارات المائية باتجاه السواحل حتى نهاية الصيف. أما السبب الثالث فبيرجع لتناقص عدد السلاحف البحرية اللي تعتبر أيضاً المفترس الأساسي للأنديل وبالتالي زيادة أعداده. يعني شفنا بالتقرير بعض المعلومات عن الانديل البحري اللي يعتبر من أقدم الحيوانات الموجودة، وحتى اليوم تم توثيق أكثر من 200 نوع له. هو شفاف، شكله عبارة عن قرص، قوامه هلامي وله أطراف طويلة رفيعة أيضا تسمى بلوامس، بشكل جسمه نسبة عالية من الماء بحوالي 95%، بيطلق سمه بالبحر لمواجهة أي جسم غريب بقصد الحماية أو الصيد، وغالبا بيكون يعني مميت وبيتواجد ايضا بالعديد من سواحل العالم. تتألف القناديل البحرية من انواع مختلفة، البعض منها يعتبر خطيراً جداً لاحتوائه على الآلاف من الخلايا اللاسعة التي تطلق ما يشبه السهام الطويلة المشبعة لأجسام ضحاياها. وأشهر أنواعها الخطيرة التي يمكن أن تسبب لدغتها الموت قناديل دبور البحر، يعتبر أكثر المخلوقات فتكاً على كوكب الأرض وأخطرها، تسبب في قتل حوالي 5568 شخص عام 1954. وهذا النوع من القناديل له 15 من المجسات والتي يصل طولها إلى 10 أقدام، ويوجد على كل واحدة من المجسات حوالي 500,000 من الإبر التي تشبه السهام. واحدة من هذه الإبر تكفي لقتل 60 شخص. قنديل لبدة الأسد يوجد في كل من المحيط الأطلسي والهادي من أجمل أنواعه وأكبرها، يصل إلى 8 أقدام في القطر، وتصل طول المجسات إلى 100 قدم ضخمة، فلدغة واحدة منه يمكن أن تسبب ألماً ضعيفاً وفي بعض الأحيان تكون مميتة. قنديل قراص البحر يوجد قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يعتبر من المخلوقات البحرية الخطيرة، لونه أحمر يحتوي على مجسات يصل عددها إلى حوالي 24 مجس، وكل مجس يصل طوله إلى 6 أقدام، ولسعاته سامة تتسبب بألم شديد، ولكن نادراً ما تعرض حياة الإنسان للخطر. يعني على فكرة بيرعبوا جدا الأنواع على الأسف لكثير من السباحين والغواصين. حقن قنديل البحر سموا الخطير بأجسامهم، وهذا الشيء بينجم عنه مجموعة أعراض بتختلف حسب نوع القنديل وحجمه وعمر المصاب وطول فترة تعرضه للسع. طبعا من الأعراض الشائعة ألم شديد، علامات حمراء أو بنية، حكة وتورم. أما الشديدة فممكن تؤدي لحرق من الدرجة الثالثة والشعور بالغثيان وآلام بالمعدة، صداع بالرأس، آلام أيضاً بالعضلات ببعض الأحيان، وممكن تؤدي السموم لفقدان الوعي ومشاكل قلبية. لهيك من الضروري جداً يعني الحذر ومراجعة الطبيب بحال التعرض للسعة القنديل. يعني مرعب جداً ورد بصراحة الموضوع، وهلأ لما كنا عم نشوف الأنواع كمان